للآن هنالك تفاعل، ولكن ليس كل الفرنسيين مهتمون بالانتخابات، خاصة فئة الشباب على ما يبدو أنها لا تجلبها ولا تجذبها حتى برامج المرشحين للرئاسة، وبالتالي كل من اليوم يتوجه عيونهم إلى سواء كان مارين لوبين التي تتصدر الآن استطلاعات الرأي في المركز الثاني، وأيضا جون لوك ميلانشون والذي يشهد تصاعدا أيضا، يعني مارين لوبين وجون لوك ميلانشون الذين الآن يشغلان المركز الثاني والثالث بالفعل تصاعدا خلال نسب أو نقاطهما تصاعدت خلال الأسابيع الماضية. لما يا بلقيس؟ ما السر وراء هذه الزيادة في الأعداد المصوتين داخل استطلاع؟ أولا لأن بدأت الآن يعني البرامج الانتخابية تظهر بقوة، هنالك 7 مرشحون للرئاسيات، 12 مرشحون للرئاسيات، 7 منهم يساريون، وبالتالي البرامج الانتخابية بدأت يعني تلاقي الآن اليسار. على سبيل المثال يجب أن يجمع أصواته بمرشح وحيد، وكان قد نادى ميلانشون في السابق أن بالتصويت المفيد. ما يعني التصويت المفيد؟ أنه إن لا تصوتوا لمن هم صغار المرشحون، صوتوا لي الذي يكسب الآن أصواتا أعلى، وبالتالي إذا تريدون أن يصل صوت اليسار فصوتوا لي اليسار الذي هو الآن مرشح أكثر للتصدر أو يعني مروره في الجولة الثانية. إضافة إلى ذلك مارين لوبين طبعا استغلت موقف إيمانويل ماكرون عندما ظهرت فضيحة ماكنزي، وبالتالي تراجعت أسهم إيمانويل ماكرون. إضافة إلى ذلك إيمانويل ماكرون تأخر، هنالك عدة أسباب لنزول أسهم إيمانويل ماكرون، منها على سبيل المثال أنه تأخر بالخروج إلى الفرنسيين بسبب انشغاله بحرب في أوكرانيا روسيا، والذي تصدرت يعني جدول أعماله، وبالتالي كان هنالك تأخر لخطاب الفرنسيين، وأيضا امتناعه عن بعض الجلسات يعني الحوارية أو المناظرات التي كانت يجب أن تجمعه مع 12 مرشحا، وتحجج بأنه ليس لديه وقت، هنالك أولويات دولية. ولكن دعني أقول لك محمد أن أولوية الشارع الفرنسي هي جيبته، جيبة المواطن الذي الآن بدأت الأسعار بالارتفاع. لذلك مارين لوبين عندما غيرت برنامجها الانتخابي وعكسته وأصبحت تتحدث عن القوى الشرائية أكثر من كونها كانت تتحدث عن المهاجرين والمسلمين والإسلام الراديكالي، اليوم أصبحت تتحدث عن جيبة المواطن، أنها ستعيد حوالي 150 إلى 200 يورو، ستسحب من المساعدات الإضافية، سوف، وبالتالي هي طيب أيضا هي يا بلقيس هي تحاول لعب على هذه النقطة صراحة، جيبة المواطن الفرنسي، لكن هل فعلا تمتلك في برنامجها ما يمكن أن يحسن من القدرات الشرائية للمواطنين الفرنسيين، أم هي فقط يعني اللعب على هذا الوطن لكي يخسر إيمانويل ماكرون، لكن لا تمتلك حقيقة ما يمكن أن يعدل من هذه القوى الشرائية أو القدرة؟ بالنسبة للقوى الشرائية كل المرشحون أضافوا نقاط، على سبيل المثال اليسار أو حتى اليمين أضاف نقاط وهي متضمنة في برامجهم الانتخابية، ولكن كل منهما يسعى بطريقة معينة. يعني على سبيل المثال مارين لوبين باستطاعتها أن تعيد 150 و200 يورو إلى جيبة المواطن، ولكن على حساب الضمان الاجتماعي، على حساب مواطنين آخرون يتلقون المساعدات، وبالتالي هي تستطيع فعل هذا على حساب أشخاص آخرون. من هم يميلون إلى اليمين المتطرف ويميلون إلى خفض الضمان الاجتماعي أو المساعدات الاجتماعية للسكان سوف بالفعل يتفاعلون مع هكذا برامج انتخابية، من الممكن أن تحرم البعض من جزء من المساعدات وأن تكسب البعض الآخر مساعد نقودا في جيوبهم. ولكن ما يتحدث عنه إيمانويل ماكرون هو على سبيل المثال الآن القيمة المضافة أيضا على الطاقة، كانت قد ذكرتها مارين لوبين، ولكن إيمانويل ماكرون كان سباقا، قال أنه منذ البداية بدأ كان تضاعف على سبيل المثال بأسعار الكهرباء، جمدها عند 40%، في حين أنها لو تركت من دون تجميد كانت ستتضاعف إلى 140%، وهو قال أنه أكثر حتى من ألمانيا مفهوم. ألمانيا وبريطانيا وأسبانيا لم يستطيعوا التجميد بالطريقة التي قام بها، وبالتالي هنالك منافسات ورد وصد. هذه المناظرة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبين.